وفي سياق متصل، ومع دخول فصل الصيف تنتشر حشرة البعوض وتكثر لدغاتها المزعجة، إلى أن الحماية من تلك اللدغات بات ممكنا وفق دراسة أمريكية حديثة توصلت إلى أن تناول بعض الأعشاب والتوابل يمكن أن يخفف من لدغات البعوض. وحول هذا الموضوع أوضحت الدكتورة رانيا كايت طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل خلال استضافتها في نشرة سابقة عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضحت حقيقة هذه الدراسة وما إذا كان تناول بعض الأعشاب والتوابل يمكن أن يسهم في التخفيف من لدغات البعوض. طبعا الدراسة كدراسة العدد اللي مسوى عليها يعتبر قليل جدا، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه أو فعلا أخذها يعني على محمل الجد، لأن دراسة واحدة بعد. بس الفكرة العلمية وراء هذه الدراسة وهي كمية أو مجموعة من الأعشاب أو الأطعمة اللي تعتمد أو يعني تنحدر تحت عائلة عطرية واحدة اللي هي الأليسن، مثل البصل، مثل البقل، مثل الريحان، كلها تحت عائلة عطرية واحدة، فهي فعلا هذه من المواد الطاردة للبعوض. وضعها موضعيا، اذا نحطها موضعيا بس كأكل، ارد اقول الدراسة مو كافية ان احنا نعتمد عليها فعلا.